عدم ضم هذه الجماعة وبقائها يتعثر العمل الخيري والإنساني والإغاثي في عموم اليمن. كذلك بقاء هذه الجماعة وعدم ضمها كجماعة متطرفة معاناة لكل اليمن واليمنيين في اليمن. بدون شك يعني تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يضعهم في مكانهم الصحيح وفي خانتهم التي يستحقونها، لكن ما يتعلق بمزاعم بعض المنظمات أن هذا قد يشكل بشكل أو بآخر تعقيدا للعمل الإغاثي، أعتقد أنه ممكن وضع اعتبارات معينة تضمن للمنظمات الإغاثية تسير مساعداتها بشكل سليم إلى المستحقين، وفي الوقت نفسه تضمن عدم وصول هذه المساعدات إلى أيدي الميليشيا الحوثية الإرهابية. حركات كثيرة من جماعة الحوثي سواء في قرصنة الإغاثة التي توصل إليهم أو سواء كذلك حرق الصوامع الغلال، سواء كان تصريحات المنظمات الدولية منها مدير البرنامج هذا العالمي جولس بريسلي الذي أصرح في آخر فترة بأن الحوثي يأخذ الغذاء من أفواه الجياع. ولهذا نحن دائما ننادي المنظمات الدولية أن تغير مسار العمل الإنساني والإغاثي، وهذه فرصة أجت للنقل جميع الأعمال الإنسانية والإغاثية للمحافظات المحررة.